خطاب السيد زيباري اليوم ربما يعني يثير بعض الملاحظات، يعني سجلنا بعض الملاحظات. إحدى هذه الملاحظات اتهامه للقضاء لقرار المحكمة الاتحادية بأنه قرار مسيس. يعني كثيرون من اتهموا القضاء العراقي بالمسيس أقيمت عليهم الدنيا ولم تقعد. أحد المحللين السياسيين ألقي القبض عليه وأدينه وقضية رفعت عليه. يعني ألا تعتقد بأن اتهام زيباري لقرار المحكمة الاتحادية بأنه قرار مسيس هذا اتهام ضمني للقضاء العراقي، وبالتالي قد يتعرض المساءلة القانونية؟ من يدري؟ بالفعل يعني كما ذكرت أنا تابعت يعني السيد هوشيار زيباري وهو شخصية سياسية مهمة، وطرح 13 سنة في العمل الوظيفي الوزاري كوزير للخارجية ووزير للمالية. نعم هذه هفوات السياسيين غالبا ما يقع فيها السياسي عندما يكون تحت ضغط نفسي وتأثير نفسي كبير. وطأت هذا القرار القضائي اليوم الذي صدر بإبعاده عن الترشح لرئاسة الجمهورية العراقية جعل كما ذكرت الأستاذ أحمد فعلا يقول واحدة منهم مثلا هم لا يريدون رئيسا قويا للعراق، وإنها قضية مسيسة تحسب على المحكمة الاتحادية. وبكل تأكيد نحن نقول كرأي عام كنخب كجمهور عراقي نعتبر أن إرادة القضاء العراقي اليوم هي التي انتصرت وهي التي حكمت بما فعلا كان يدور في خاطر كل عراقي. يعني مع كل الاعتزاز والاحترام بالسيد هوشيار زيباري، ولكن أنا لا أعرف لماذا الأقليم وخاصة أربيل ترشح السيد هوشيار زيباري الذي سحبت ثقة عنه في الدورة البرلمانية الرابعة، وفي الدورة البرلمانية الخامسة يرشح لرئاسة جمهورية بلاد الرافدين. يعني هذه قضية حقيقة فيها شيء من الحساسية، ونعتبرها قضية يعني كسر الإرادات أو فرض الإرادات ما بين القوى السياسية دون أن يحسب أي حساب للقضاء العراقي. وعدالة القضاء العراقي عندما تكون بهذه الصلابة وبهذه العدالة التي أكدت على أنه من تم سحب الثقة عنه لا يمكن له الترشح. هذه في الواقع كنت أتمنى من السيد زيباري أن يسحب ترشيحه من اللحظة التي غرد بها السيد مقتدى الصدر عندما دعا نوابه بعدم دخول الجلسة البرلمانية الثانية، وأيضا دعا نوابه بعدم التصويت لمن عليه قضايا تخص الفساد.